فلا طريقة وكيفية إيجاد مركز المساعدة. نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على دعم. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مركز المساعدة، نقوم بالانتظار قليلا، وهنا سوف تجد جميع الأدوات التي يمكن أن تساعدك. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة. نراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.